سيارات الأجرة الصغيرة. هادشي اللي وقع في ورزازات راه ما عمرو وقع الا اليوم. شحال من اللقاءات اللي دايرنا مع السيد الكاتب العام؟ فوق من 12 لقاء ديال الاجتماع. علاش؟ بغينا نفتح الباب للحوار، ماشي بالفوضى، ماشي بالضرب والجرح. حنا واقفين ما ضربنا حتى شي واحد. راه 46 تاكسي هرسوا لينا. 46 تاكسي. وكنطلبوا من السلطات باش يشدوا لينا شويه ديال سميتو الحق ديالنا. انما حنا كنطلبوا الظهير ديال 63 عندنا البيرمي الثقه كيحكم على ميدان الحضري للصنف الاول باش ندخلوا داخل الميدان الحضري. من جهتهم سائقو سيارات الاجره الصغيره يعتصمون امام ولايه امن ورزازات رافضين اي تدخل لسيارات الاجره الكبيره بمجالهم. جاو لي كرون تاكسي داروا دخلوا للمدينه، دخلوا للبلاصه فين خدامين حنا، وهادشي ما عمرو وقع من قبل. بقاو تيهزوا حتى هما، وقف هنا الزادي بحالنا، ولينا فواحد الحاله خايبه. حق قلبنا بحثنا لقينا بانه ما عندوش الحق، حق قانوني ما عندوش. اتصلنا بجميع المسؤولين هنا، حتى واحد ما بغاش يستجبنا للطلب ديالنا. امل صياغه حل توافقي يرضي الطرفين من مهني القطاع يعقد على اللقاءات الماراثونيه مع الجهات المسؤوله لانهاء مشكل اثر سلبا على حركه النقل بالمدينه.